اليوم الأول من مارس. في مثل هذا اليوم من عام 1948 20 مستوطنا مسلحا من مستوطني عطرات المقامة على أراضي شمالي القدس يهاجمون سيارة باص للفلسطينيين متجهة من رام الله إلى يافا. المستوطنون الصهاينة أطلقوا أعيرة نارية وقنابل باتجاه الباص، لكن ركابه نجوا بإعجوبة. ولدى عودة المستوطنين إلى عطرات كمنت لهم مجموعة من المجاهدين عند جبل الماسيون واشتبكت معهم في معركة حامية أشرف عليها البطل عبد القادر الحسيني. وقد أسفرت المعركة عن قتل 17 من المستوطنين الصهاينة الذين دأبوا على مهاجمة مواصلات العرب المتجهة من رام الله إلى يافا عبر طريق اللطرون، وغنم المجاهدون أسلحة المستوطنين 17 القتلى. في مثل هذا اليوم من عام 1971 مطارنة الطوائف المسيحية في الأردن يوجهون رسالة إلى البابا بولس السادس طالبين تدخله للحفاظ على عروبة مدينة القدس. المطارنة قالوا في رسالتهم إن القدس هي مدينة السلام، ولن يستقر السلام الدائم في هذه المنطقة إن لم يؤمن حل عادل للمدينة المقدسة. في مثل هذا اليوم من عام 1972 عبد الله صلاح وزير الخارجية الأردني يتحدث في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث حول الوضع في القدس، ويقول إن إسرائيل ماضية في إجراءات تهويد المدينة المقدسة، ويؤسفني القول بأن ردود الفعل في العالم الإسلامي لم تكن بمستوى هذا التحدي، الأمر الذي مكن إسرائيل من المضي قدما وبسرعة في تنفيذ عملية التهويد هذه. في مثل هذا اليوم من عام 1980 مجلس الأمن الدولي يصدر القرار رقم 465، وفيه كرر مجلس الأمن تأكيده على أن كل ما تتخذه إسرائيل من تدابير لتغيير الطابع المادي والديموغرافي في القدس ليس له أي صحة قانونية. المجلس دعا في قراره حكومة إسرائيل إلى التوقف على وجه السرعة عن إنشاء وتشييد وتخطيط المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 67 بما في ذلك القدس، وطلب المجلس من جميع الدول ألا تقدم أي مساعدة إلى إسرائيل تستخدم بصفة خاصة فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة. إدارة الرئيس جيمي كارتر صوتت في المجلس لصالح القرار، لكن الضغط اليهودي دفع الإدارة الأمريكية للادعاء بعد يومين بأن التصويت كان خطأ ناتجا عن سوء الاتصالات بين واشنطن والبعثة الأمريكية في الأمم المتحدة. في مثل هذا اليوم من عام 1988 قوات الاحتلال الصهيوني تغلق مكتب خدمات صحفية في القدس يديره أحمد أبو لاشين. في مثل هذا اليوم من عام 1990 الإرهابي إسحاق شامير رئيس الحكومة الإسرائيلية يصرح أمام رؤساء منظمة البوندز اليهودية في لقاء معهم في القدس بأن القدس ليست موضع مساومة أبدا ولا بأي شكل من الأشكال. في مثل هذا اليوم من عام 1991 صحف إسرائيلية تسرب ما قالت إنه مشروع سلام سري أعده شمعون بيريز، ويقترح المشروع أن تقام في مدينة القدس بعد 5 أعوام وعلى فرض عدم إثارة المشاكل إدارة بلدية مشتركة. في مثل هذا اليوم من عام 1999 الحكومة الألمانية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي
ترد على مذكرة إسرائيلية أرسلت لها مؤخرا تطالب بألا يزور مسؤولون أوروبيون بيت الشرق، ترد بالقول إن للقدس وضعا خاصا وإن الاتحاد الأوروبي يعتبر هذا الوضع خاصا من جهة القانون الدولي، وبالتالي لا يقر بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل. في مثل هذا اليوم من عام 2000 فيصل الحسيني مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية يقول إن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ومسؤولي السلطة لن يجتمعوا مع مسؤولين أجانب في حال لم يقم هؤلاء بالاجتماع مع مسؤولين فلسطينيين في بيت الشرق بالقدس. وقال الحسيني إن السياسة الجديدة تأتي ردا على محاولات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لثني كبار الشخصيات الزائرة إلى فلسطين عن الاجتماع مع مسؤولين فلسطينيين في بيت الشرق، وإن القرار اتخذ بعد قيام الحكومة الإسرائيلية بالضغط على رئيسة البرلمان الأوروبي كي تلغي اجتماعا مع الحسيني في القدس خلال زيارتها للمدينة. في مثل هذا اليوم من عام 2001 مجلس بلدية القدس يصادق على مشروع الحي اليهودي في قرية أبو ديس. هذا المشروع حاول أروفين موسكوفيتش تنفيذه في السابق كتبرع منه للمستوطنين، ويشمل المشروع إقامة 220 وحدة سكنية على مساحة 63 دلما مقابل جامعة أبو ديس. وقد اعترض على المشروع العديد من النواب اليساريين أبرزهم زعيم كتلة ميرتس يوسي سريد الذي قال إن من شأن المشروع أن يخرب علاقاتنا مع جيراننا في أبو ديس. المشروع نال موافقة كتل يهودة هاتورا، شاس، المفدال والقدس الموحدة، وهو ائتلاف لأحزاب اليمين.